كثف الجيش اللبناني قصفه على مواقع تنظيم داعش في جرود بلدات رأس بعلبك والفاكهة والقاع عند الحدود مع سوريا، في مؤشر على اقتراب ساعة الصفر للمعركة التي يستعد لخوضها ضد التنظيم. يأتي ذلك بعد زيارة قام بها قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إلى مقر قيادة العمليات في منطقة بعلبك، أتبعها بجولات تفقدية للوحدات العسكرية.